السلام عليكم. خرجنا اليوم للشارع الشفشاوني نسولوا المواطن واش الغلاء غادي يكون سبب باش انهم ما يعيدوش. اجي تسمعوا الاراء الساكنه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كيني من استطاع فله ذلك ومن لم يستطع فلا فهمتيني. لا يكلف الله نفسا، الرسول صلى الله عليه وسلم راى ذبح كبشين املحين اقرنين، قال هذا واحد لي وهذا لأولي من لم يضحي من أمتي. إنسان لي ما قدرش الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عليه بلا ما يمشي يحمق الراس ديالو يسلف ويكلف ويمشي نسواق وهذا وهذا. يمكن لي يشري اللي كتب له الله يمشي بحالو للدار يجلس مع وليداته صافي. أما العيد في هذا الوقت هذا راه صعيب، إنسان الأجرة ديالو ضعيفة، ما تمشي أنت تسلف وتكلف راسك، فهمتني؟ لا أجر فيه، ما فيش الاجر نهائيا. الله يخي باش نعيدو هذا عيدو ما جابش الله ما عندنا ما نديرو، شحال دير؟ واش غادي نمشي نسرقو وتجيب تعيد به؟ إلا جابش الله وهذاك ما جابش الله احنا صبارين تحت الله سبحانه. علاش غادي نقول لك اللي عنده رخيص عليه واللي ما عندوش غالي عليه. اللي عنده رخيص كي والو 405000 درهم كي والو، واللي ما عندوش الله يعطيه الصبر ولا الله يجيب دي احسن به. ما خي سير الظروف معينه شويه ما نعرف. الغلاء هاد الغلاء زعما واش عاد تقدر تعيد؟ مو حال ما نعرف، داك الشيء الظروف نقدروا نضحي وصافي، شنو هي التضحيه؟ ما نعرف من داك الوقت. دابا الظروف هاد الايام صعيبه، دابا حتى العيد ما نعرف، ربي يسهل. عبد الاخ ياسر اش نقول لك الاخ ياسر؟ بالنسبه لهاد الغلاء هذا راه بالنسبه للعيد راه نعيدوا غنعيدوا، هما كيحكموا علينا باش ما بغاو. هي البوطه زادت 1000 فرنك ما دار شي واحد، ما كان علينا غير نوضنا وزدنا ديك 1000 فرنك ودخلنا البوطات ديالنا. وحتى العيد ان شاء الله راه نضحيو، حنا ما خصناش نتو حتى نوصلوا للعيد الكبير ونبقاو نقولوا لا ما نعيدوش لا حتى نجي واحد الحاجه اللي هي السنه اللي غنهديوها الرب سبحانه وتعالى عاد نبداو نتعكسوا. لا حنا هاد العيد راه غنكافحوا ونكعبوا ونجريوا ونشوفوا ما نشريوا اغلى حاولي نشريوها ونهديوها الله سبحانه وتعالى في العيد. والو مستحيل مع الظروف هذه ما يمكنش. الو انا غنعيد وغنبقى من مورا معدم مكرفص. الحالي هنا اخي ياسين هذا الغلاء هذه كان الغلاء ولكن طب الله في الخير وصافي اخي ياسين. انسان يعمل مستحيل باش ما يخليش يتدري عليه العون. واحد يدخل جديد واحد ما يدخلوش واحد يدخل حول صعيبه اخي ياسين. طلب الله في الخير وصافي. انسان هو كيتقاتل مع الاولاد ديالو هذا هو صافي. طلب الله في الخير اخي ياسين. من حقه يخليك من عيطش والله الكسيبه قلالين فهمتي، الظروف راه صعبه العرف غالي الله يحسن العون فهمتي كيفاش. خليك تعيط ضروري ما يخليكش تعيط، ما عندكش الكفايه ديك الشيء فهمتي كيفاش، ضروري ما تقدرش. الحاله اخي ياسين صعيبه هذا الموسم هذا غيكون صعيب اخي والله الا الأثمنة خي طالعة بزاف، يعني الثمن اللي كان العام دي كاز غير مطوبل على جوج هاد العام أخي ياسر. دابا حنا اللي ما كيخلينا نعيدوا أخي ياسر هو الدين الإسلامي أخي ياسر. كان شي حاجة من غير الدين الإسلامي أخي ياسر ما تفكرش تعيد. الوضع صعيب أخي ياسر.